ورفع راس مسلم على رمح طويل، لكن ذاك الراس وين توجه؟ اكو ابيات طالبينها مني احد الشباب، قال انا اريد ذرية وجيب لي هذا البيت سيدنا. ها ايش عندك يا شاعر اهل البيت؟ الراس على الرمح ومتوجه الى مكة، يحكي ويا ابو علي ايش عندك؟ قال سيدي انا عندي وصية، انا يا سيدي بوصيك بوصية وتصعب علي، حميد بنيتي بوصيك تحفظ لي وعلا تشعر بوحدة قعدها معرقية معرقية معرقية. لذلك حميدة شنادت يوم عاشر، شافت كل واحدة تودع أبوها، شافت رقية احتضنت الحسين، شنادت نادت رقية آي أبويا آي أبويا هذا بيدا ضربني آي أبويا هذا بيدا سطرني آي أبويا هذا بحبال ربطني بعد تتحمل لولا آي أبويا حميدة شافت أهوال آي أبويا شافت حسين رفسونا بالنعال